فاللي بعدها. اوكي يلا بينا، عايزين مدفع بقى يا ريهام، عايزين يلا نسخن الدنيا شويه. يلا بحاول اهو، والله انا معاكي. يا ها ظبطت، ده انا اللي احمر صح؟ احمر يبقى عندي صح. تالت بوكس. تالت بوكس. ايوه تسعه. اقري كده وسمعيني وجلجلي. مدفع الساعة 9. لقب بيومي فؤاد الست بسبب أعمالك الكتيرة الفترة الأخيرة، زعلك ولا لأ؟ والله طبعا مبدئيا أستاذ بيومي ده على راسي، أنا بحبه جدا وممثل عظيم، ولما بيعمل كوميدي بيبقى عظيم، ولما بيعمل غير كوميدي بيبقى عظيم، فأنا بموت فيه، فما عنديش مشكلة خالص من التشبيه. لكن هم لو يقصدوا على الانتشار الكتير، الحقيقة ان انا مش بحب قوي فكرة الانتشار كتير او فكرة التواجد كتير، لكن السنتين دول اللي هو 22-23 اقدر اقول ان دول سنتين ريهام عبد الغفور. ربنا يخليكي يا رب تكتبوا اكتر يعني. بس الفترة دي اتصادف ان انا عملت اعمال مش في نفس الوقت، بس اتعرضوا في نفس الوقت، فكانت سلاح ذو حدين. طبعا مش حلو خمس اعمال ما شاء الله ان يبقى كتير قدام الناس ممكن تزهق، بس في نفس الوقت لان هما مختلفين ده برضو كان حاجة كويسة. وأنا عندي اقتناع تام إن ربنا ما بيعملش غير الخير، فطالما ده حصل يبقى كان خير، وهو كان خير. بس انتي قلتي يا ريهام إنك كنتي محتاجة مصاريف وبتنقلي بيتك. ده حقيقي يعني ده أنا ساعدك إنك تقبلي أعمال أكتر، فحصل انتشار أكتر. أعمال أكتر بس مش متنازلة، لأن أنا كل الأعمال اللي عملتها حلو بحبها، ما فيش حاجة أقدر أقول أنا عملت كده عشان يعني ملوي دراعي إن أنا عايزة فلوس. لا، أنا جالي أعمال كويسة في وقت فعلا كنت محتاجة الفلوس، فحسيت ان ربنا يعني بيساعدني يعني. ف عندك معايير في اختيار الدور؟ اكيد اكيد. انا مش هسالك لو جالك دور كذا فهتقبلي او هترفضي، انا عارفه ريهام عبد الغفور علي. اوكي، لكن ايه المعايير اللي عندك بتحطيها عند اختيار اي دور ليك؟ انه يكون مؤثر، يعني مؤثر. الدور مؤثر، لو شلتي الدور ده هيحصل خلل في الاحداث، وكمان ان انا يبقى مختلف عن الحاجات اللي عملتها قبل كده علشان اعرف يعني انا شغلي الشاغل ان انا ابقى مختلفه، اعمل حاجات مختلفه عن نفسي حتى مش عن حد، يعني بتكلم عن نفسي، ما بحبش ابقى شبه نفسي خالص في الشغل، ما بحبش اكرر نفسي، فعلى قد ما بقدر بحاول اختار الحاجات المختلفه، فبالتالي ده معاييري ان هي تبقى فيها اختلاف ومؤثره في الاحداث. يعني ما شاء الله اخر كام سنه ما شاء الله نطيتي النجوم الصف الاول. ربنا يخليك. انا والله مش عايزه انط حد، انا عايزه انط نفسي ان انا كل مره اتطور واعلى عن المره اللي قبلها، ده شغلي الشاغل يعني. انا على طول يا رب مش بفكر ان انا انافس حد، انا بنافس نفسي بصراحه يعني. اللفه اللي بعدها يلا.